أضحت قضية تهريب المخدرات وتزايد معدلات انتشارها بمناطق حضرموت تشكل وضعا مقلقا يؤرق الجهات الأمنية. فالإحصائيات الرسمية المعلنة تظهر أرقاما صادمة ومخيفة لتنامي تفشي هذه الأفة بين الأوساط بالمحافظة. ازدياد ملحوظ في عدد المتعاطين في إحصائية بين نص سنة 2019 بلغت إجمالي الضبطيات 21 كيلو حشيش، بخلاف العام الماضي. العام الماضي تم ضبط حوالي 16 كيلو حشيش، 14 ألف حبة كبتاجون، حبوب مخدرة وأنواع أخرى من الحبوب. برزت ظاهرة تهريب المخدرات بشكل ملحوظ في حضرموت منذ العام 2004، فموقعها الجغرافي وسواحلها البحرية الطويلة وتحديدا الشرقية منها جعلها مسلكا مهما في خارطة إصابات التهريب وبوابة عبور مهرباتها لداخل البلاد ودول الجوار. في الثلث الأول من هذا العام أسفرت عملية مشتركة وصفت بالنوعية للجيش وقوات التحالف العربي بالمحافظة عن ضبط وإتلاف 20 طنا من المخدرات، ما يجعلها الضبطية الأكبر على الإطلاق في تاريخ عمليات مكافحة الإتجار وتهريب الممنوعات في البلاد. هناك سواحل يبلغ طولها حوالي 120 أو 160 كيلو متر لا تخضع لرقابة تامة بحكم ضعف الإمكانيات، ضعف القوة، أيضا نقاط المراقبة البحرية، وخصوصا خفر السواحل المعنيين بمنع التهريب. طبعا الموضوع لا يقتصر على تهريب المخدرات، هناك تهريب السلاح، الأدوية المنتهية الصلاحية، الأسمدة الكيميائية يتم إدخالها عبر سواحلنا إلى حضرموت، ومن ثم يتم توزيعها للسوق الداخلي، والأكثر يذهب إلى دول الجوار الغنية. مصادر أمنية قالت لقناة بلقيس إن أغلب كميات الحشيش والحبوب المخدرة المهربة للمحافظة تأتي عن طريق البحر قادمة من دول كأفغانستان وباكستان وجمهورية إيران. إصابات التهريب تستغل حالة الفقر وتردي معيشة الصيادين المحليين في إقناع بعضهم بنقل وتمرير تلك الممنوعات إلى الساحل مقابل مبالغ مالية غالبا ما تكون مغرية. حرب مفتوحة تخوضها السلطات بحضرموت على المخدرات، لكن الانتصار في هذه الحرب يحتاج إلى عوامل قد لا تتوقف على المداهمات والاحتجاز والإيقاف وغيرها من الإجراءات الأمنية. فغياب مركز مختص في علاج الإدمان والتأهيل بالمحافظة كان سببا رئيسيا كما يقول مختصين في عودة الكثير من متعاطي الممنوعات إلى الإدمان مرة أخرى بعد انتهاء محكوميتهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.